جيش الاحتلال قال انها يعني منطقة آمنة، وهؤلاء نازحين اطفال ومناظر اشلاء، رجال قطعة، نساء رملة، اطفال تيتموا، ما ذنبهم؟ اليس احد لينظر الى حالنا؟ اما بالكم كلكم قد سكتتم؟ والعالم ان هذا المناظر هي مناظر اظن انكم قد اعتدتم على ان ترونها، واعتدت انكم قد ترونها فقط للتسليه، لان لو انكم كنتم تنظرون بقلب كما نحن ننظر وقلوبنا تبكي الان لما حدث لنا الان.